وأنا رأيت مؤخرا يعني شيء بشيء يذكر فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يقول نعم. إنه يعني هو تقريبا من أعتقد كان هو لاعب كريكت أو شيء كذا إذا كنتش مخطئ يعني، وكان أسرة ميسورة الحال يعني، لكن وفاة أمه كانت يعني مفصل في حياته، إنه هو دعته إلى التفكير في سؤالين: من أنا وما الذي ينتظرني؟ وهذا أعتقد سؤالين لأي إنسان لا زال لديه بقايا من فطرة، لديه بقايا من عقل سليم، لابد نسأل نفسه: من أنا ولماذا خلقني الخالق هنا وما الذي ينتظرني؟ يعني أثر في حياته وتسبب في توجهه إلى توجه روحي معين وشيء من الالتزام والاعتزاز بدينه، وله مواقف أعتقد جيدة في الفترة الأخيرة. فهذا هذه الفطرة الكامنة وهذا الواقع المؤسف والمؤلم الذي أصبح يعني يحسن الشذوذ ويقبح التوحيد ويعني يسخر من الاستقامة، إن ده ظلمية وجهل وتخلف هذه الأشياء، وانتشار طبعا والعياذ الأمراض والأوبئة وانتشار الفقر.